جينا اليوم مدينة فاس إن شاء الله باش نشجعوا المغرب فاسي، إن شاء الله راه جمهور كبير اليوم باش نهديو إن شاء الله 3 نقاط للمغرب فاسي. إن شاء الله جينا من مدينة فاس باش نحققوا التأهل لربع النهائي لثمن النهائي كأس العرش، وإن شاء الله طامعين باش نفوزوا في هذه المباراة الجيش الملكي، وإن شاء الله نحققوا الانتصار وديما ماس ديما صفرة إن شاء الله. نتيجة المباراة كنتوقع 2 أهداف مقابل 0 للمغرب الفاسي، ومذبوحة إن شاء الله وديما ماس. كأس حكم العالم. كأس حكم العالم. السلام عليكم، ونتمنوا فريق ديالنا المغرب الفاسي اليوم يتأهل للدور القادم وديما ماس. السنة قوية والجيش الملكي فريق قوي، هو فريق ديال الألقاب والمغرب الفاسي فريق ديال الألقاب. حنا جينا من فاس، من نواحي ديال عين شقاق، من نواحي ديال فاس، وكنشجعوا المغرب الفاسي وبكل روح رياضية، وإن شاء الله الفوز للمغرب الفاسي. غادي نربحوهم ان شاء الله ب1-0 ولا ب2-0 ولا نمشيو للاشواط اضافيه. المهم سولو فاتال تيغرز، وفيف المغرب الفاسي، وفيف الناس ديال فاس، والحمد لله كاينه الروح الرياضيه. الرحمن الرحيم، كنتمنوا هذه المقابله تدوس واحد الاجواء رياضيه نظرا للعراقه ديال الناديين، نادي المغرب الرياضي الفاسي ونادي الجيش الملكي. حنا جايين من مدينه طنجه لمسانده فريق المغرب الرياضي الفاسي، كنتمنوا من الله التاهل يكون من الحليف ديالنا. عندنا فريق، عندنا لاعبين اللي عارفين المسؤوليه الملقاه على العاتق ديالهم، وهاد الجماهير حجت من جميع انحاء المغرب باش تحقق نتيجه ايجابيه. نقدر نتوقع النتيجه، نقدروا نمشيو حتى لبينالتي، لان حتى المغرب الفاسي بحكم المنظومه الدفاعيه اللي عنده كيتميز بها، اول فريق في البطوله عنده دفاع قوي، كنظن بان نقدروا نمشيو حتى لبينالتي وان شاء الله فيكتوار المغرب الفاسي. جايين فرحانين بالفريق ديالنا اللي كنحماقوا عليه، هو المغرب الفاسي، وكنتمناهم الله نربحوا ب2-1 ولا 2-0. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مقابله جد شيقه بدور 16 كاس العرش، وان شاء الله الفوز مساوي 100%، والنتيجه هي 2-0، ومور المباراه نشوفوا وردي عليا والجمهور ديالنا جمهور حضاري، وخا قزموا منه وعطاو غير شي 2000 تذكيره، ولكن راهم دابا دايرين الحول، لان جمهور المصاوي كبير بزاف، ومدينه فاس مدينه علميه وعريقه وكبيره، وما كانش خصهم يديروا هذا الشيء، ولكن ماشي مشكل تاهل ويا الرابه يا الرابه. السلام عليكم، بخير مزيان ان شاء الله. هذا النهار هذا غادي ندخلوا للتيران ديال الجيش الملكي، وحنا اولين على الربح ان شاء الله باذن الله. حنا يا الدراري جينا من طنجه، اللي جاي من تطوان، اللي جاي من الشاون، اللي جاي من فاس، اللي ولد كازا، اللي ولد الرباط. فاس حكم العالم ان شاء الله باذن الله. الناس ديال الرباط، الناس ديال الرباط المخزن راه تعاملوا معنا تبارك الله والصلاه على النبي، ما عندنا ما نقول في المستوى. الدراري حنا كنهضروا صافي بشويه، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نربحوا هذا النهار هذا باذن الله ان شاء الله يا ربي. 3-0 ان شاء الله. 3-0، 1-0 مصابين ان شاء الله يربحوا مصابين. السلام عليكم، صيفطنا كمشجعين المغرب الفاسي، كنتمناو الدراري يزيروا معنا هذا الماتش، حيت هذا التأهل هذا بزاف بحد ذاته راه ماشي صعيب شويه، وحنا جينا كاينش اي مدينه جاو الدراري على ود الغاليه، جينا من كازا، جاو من قنيطره، جاو من الصحراء، اقسم بالله الدراري جاو من الصحراء، ترافيك تشوفهم معاناه والطريق على علاش على قبل غاليه، 3 بوان ان شاء الله يكون خير في هذا الماتش.